عمليات لقاء الأمين العام لجبهة التحرير لحزب جبهة التحرير الوطني عمار السعيداني، وهذا بمنتخبي الحزب من مختلف ولايات الوطن، أين تتم التحضيرات لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، فلنتابع جانب من هذا اللقاء. المعارض وقفه حين ما بولش هجم على العراق، شفتوا الحزب المعارض وقفه ولا دعانه؟ ديمقراطية مهما كانت ما تنجحش، إذا كان فيها اللي ينجح لازم نشدوا له رجليه ما يمشيش، واللي ينجح لازم نعرقلوا له برنامجه. ديمقراطية اللي ينجح يحكم والمعارض يلاحظ ويقدم البدائل. هذه ثقافة الدولة التي نريدها، هذا هو تهذيب العمل السياسي. أما اللي ما ينجحش يروح الخيمة كما هذه ويدير معارضة ويطعن في الانتخابات، فيه من يتكلم عن الحزب الواحد. بارح الويزة قلت لهم هذه كل من مشاكل الحزب الواحد. تنقلت من البوفوار اساسا في التسعينات، ومن بعد فيف الرئيس، ومن بعد ابو الرئيس، ومن بعد رايحه مانيش عارفين وين راحوا. الحزب الواحد رجعنا ل 88. استيقظي، رانا في احزاب متعدده وفي ديمقراطيه، ونحن من صنع الديمقراطيه، والحزب الواحد هو الذي اسس للدستور الديمقراطية، وجبهة التحرير هي التي أقرت الديمقراطية بدستورها، وعليه بركم المغالطة للشعب. ثم من يريد النبش في المؤسسات وينقز على الدستور، قرارات تاخذها الرئيس بركة ولد الناس تحك في رصانها وتتكلم عليها. خير الرئيس وزير الدفاع يا اخي هو القائد الاعلى للقوات المسلحه يا اخي، من بكري مش من اليوم، ما درناهاش البارح. عند ما يقرر واش كلا لك راسك انت ولا الاخرين؟ لابد ان نسمي الاشياء بمسمياتها، لا بد أن نضع الأمور في حدودها. بركة من المزايدات، وأنا عارف اللي هذا من الناس ما يعيشوا إلا بلا، لأن عندما يروحوا للشعب غدوة راح ينتخبوا سينا شش، جيبوا منتخبيكم ترى واش راح يقولوا؟ راح يقولوا مقاطعة هنا وانتخابات مزور، هذه أما قاطع وإما لا. الذيب عند ملحج قال اخسيش، كما الحج العنب. اذا هاك اللاعات اللي ما عندهاش ما يبررها، الشعب فهمها. ما رانيش قانع ندير برنامجي ونتكلم عن برنامجي، ما نتكلمش على اشخاص. ونزيد نقول برك الصراحة، كم من ضابط خرج في هذه المؤسسة والرغم الجنرالات اللي خرجوا على ما تكلمتوش عليهم؟ من نخرجهم؟ واش فيكم اليوم؟ واش عندكم؟ واش رايكم؟ أنا أقول المؤسسات يجب أن تحترم، والدستور يجب أن يحترم، وكل تجاوز نقابل نحن بتجاوز. هذا ما كان.
الحقيقة مشاهدينا الكرام كان هذا جانب من لقاء الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيدان التي تحدث فيه ومع منتخبيه من ولايات الوطن عن الديمقراطية في الجزائر والديمقراطية الوضع الحالي، وانتقد فيه بشدة الأحزاب المعارضة وعلى رأسها الأمين العام لحزب العمال الويزا حنون عندما تحدث بأن اليوم ليس نظام الحزب الواحد كما تزعم حسب قوله طبعا، لكن هناك تعددية حزبية. حديث كذلك عن المعارضة أن دورها في الديمقراطية يتعلق بتقديم البديل وليس الانتقاد كذلك. في آخر نقطة كان يتحدث فيها عمار سعيداني كان يتحدث عن الانتقادات الموجهة لقرارات الرئيس في التغييرات التي مست جهاز الأمن وكذلك الجيش. كان هذا فقط تلخيص لما قاله في هذا الجانب من لقاء عمار سعيداني بمنتخبيه من ولايات الوطن. إذا مشاهدينا الكرام نبقى في ذات السياق والحديث عن الأفلان دائما والدعوة لجبهة وطنية التي قابلت الكثير من الانتقادات سواء من أحزاب الموالاة أو أحزاب المعارضة. إذا نتابع هذا التقرير لطاهر بن زين ولنعوده. في خرجة أكثر من المستغربة من الأمين العام للأفلان وبهدف إنجاح مبادرة الجبهة الوطنية بجميع الطرق، جدد عمار سعداني دعواته للطبقة السياسية بما فيها المعارضة للانخراط في مسعاه. فالرفض الذي تلقاه سعداني من أحزاب المعارضة والسلطة على حد سواء لم يمنعه من ترجي الأرندي بالمشاركة ومغازلة المعارضة كذلك. علينا كموالاة ومعارضة إن كنا نعمل بالعمل السياسي المعمول به دوليا أن نجعل من برنامج الرئيس برنامج الجميع، وهو شيء مهم، هو أن نمد أيدينا لبعضنا البعض سواء معارضة أو موالاة كي نتفق على أشياء قد نتفق عليها ونترك ما نختلف عليه أو فيه كل وشأن. من جانبها أحزاب المعارضة جددت رفضها المطلق تلبية دعوة سعداني في هذا التوجه الرامي إلى دعم الرئيس بوتفليقة بعد أن وصفت مبادرة الحزب العتيد بالفاشلة. اعتقادي أن دعوة حزب جبهة التحرير الوطني كل الأطراف للقاء يعني حول مظلته هذا معناه أننا نريد أو يراد أن ندخل إلى مرحلة جديدة بأفكار قديمة، وهذا في اعتقادنا لا يقدم للجزائر شيء فيما يواجهها من هذه التحديات والتعقيد. هو مشروع لأقدم حزب سياسي في البلاد بإنشاء وعاء داعم للرئيس بوتفليقة ردا منه على توجه غريمه في الأرندي أحمد أويحيى، إلا أن رفض الطبقة السياسية الانضمام في هذه المبادرة لا يدع مجالا للشك حول وفاتها في مهدها.